مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم تحية صباحية جميلة من ارضية هذا الميدان في انطلاقة شوطنا الثاني عشر في مجموعة الاشواط وشوطنا الثاني عشر والخاص بانطلاقة وتحديات هنا القعدان. اذا الاذاع من هجن اصحاب السمو الشوق على ارضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الصباحية التي نتابعها بهذا الانطلاق نتابعها بهذا الاداء المميز الجميل هنا بهذه المسيرة وبهذا الانطلاق والتحدي. نسير هنا بهذه الانطلاقة ونتابع تحديات ومجريات هذا الشوط هنا وأحداثه وماذا يدور من تحدي أيضا وإثارة لنيل الفوز ونيل الناموس. هنا نتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول والصدارة والانطلاق هنا أيضا والتحدي الجميل هنا والمنطلق مياس من هجن سيح السلام على الصدارة وعلى المقدمة بمتابعة هنا العنيد سعيد بن سالم لنيبي من يتابعه على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني يأتينا هنا متعب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بمتابعة سعيد بن عبيد الحميري. أما المركز الثالث فيأتينا شاهين من هجن سيح السلام بمتابعة المضمر هنا أيضا بالانطلاق والتحدي عبد الله بن ثعلب بن حمد الهايري، وعلى المركز الرابع شاهين هنا من هجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ويأتينا نهار هنا لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري في التضميرة من ينطلق خامسا وسادس المراكز. يأتينا شاهين هنا بهذه الانطلاقة هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضميرة، ومن الجانب الآخر المتسلل بهذه الانطلاقات نجد لسمو الشيخ خليفة بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان والصادق بن فضل الأمين في تضميرة. أما على المركز الثامن فالمنطلق على ثامن المراكز بهذه الانطلاقة شاهين هنا المنطلق من هجن الرئاسة بقيادة الجدير سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، وهنا المنطلق بهذه اللحظات على تاسع المراكز. يأتينا هنا المنتحر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخبير مسري بن سالم بالعرق الحميري، ولكن أرى المتسلل من الجانب الآخر هنا دالوب من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري البرنس من يقدمه ويتسلل إلى تاسع مراكزنا. عاشر المراكز يأتي شاهين هجن الرئاسة مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى ضعناها على حضراتكم هنا بالانطلاق وبالتحدي وبالإثارة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام بعد العشرة المراكز الأولى إلى صدارة هذا الشوط إلى المقدمة وإلى مياس، لا زال مسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة مياس. مياس لهجن سيح السلام بمتابعة المضمر سعيد بن سالم لنيبي هنا أبو خليفة من يقدم بهذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل، بينما المركز الثاني متعب على المركز الثاني سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم حد شباب الخوانيج في التضمير هنا والانطلاق. هنا سعيد بن عبيد الحميري القادم من الجانب الاخر شاهين هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وعلى المركز الرابع ياتي نهار لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة هنا القادم من مملكة البحرين، مرحبا بالجميع، بقيادة محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري. وعلى المركز
الخامس ياتي شاهين على المركز الخامس هجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ويتسلل الى الرابع سادس مراكزنا شاهين هجن سيح السلام حد شبابنا هنا مضمرين عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري هنا ياتينا على المركز السادس والمركز السابع هنا المنطلق دالوب هجن الشحانية لبرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل في التضمير شامان القادم من هجن سيح السلام مع العمدة عبيد بن حمد بن شيلان المري في تضميره من يأتي بهذا الانطلاق تاسع مراكزنا فجاج هجن انتاج ام زبار مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري في تضميره هناك الوصول بهذه اللحظات وبهذا الانطلاق من زيزوم زيزوم لسمو الشيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة عامر بن محمد بن عبيد المزروعي من يأتينا بهذه الانطلاق نعود مشاهدينا الكروم إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط والمقدمة والتغيير التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة هنا في هذه اللحظات التغيير هنا في هذه اللحظات متعب غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول متعب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري هنا من يقدمه على الصدارة وعلى المقدمة مع الكيلومتر الأخير المجازف قادم بشواهين الرئاسة شاهين وشاهين هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير وعلى المركز الرابع مجاز هجن سيح السلام يود تونس سعيد بن سالم لنيبي ونهار نهاري هنا لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة محمد بن عبد الله بن شريم في التضمير شاهين القودم سودس هنا هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضمير ولكن الصدارة 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 بين شاهين وبين متعب شاهين ومتعب في صراع إلى الفوز والناموس والتحدي جميل الله شاهين المتسلل على الصدارة هجن الرئاسة هنا بقيادة المضمر محمد بن عتي بن زيتون المهيري بل يدفع هنا هذا الانطلاق والأداء الجميل لشاهين هناك متعب من الجانب الآخر لسمو الشيخ مكتوم من حمدان بن راهب سعيد المكتوم هنا مع سعيد بن عبيد الحميري ولكن شواهين الرئاسة شواهين الرئاسة هنا ثلاثية ثلاثية جميلة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يأتي بشاهين وشاهين وشاهين على الثلاث المراكز الأولى تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز المركز الرابع ياتي متعب للمركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم المركز الخامس ياتينا نهار هنا خامسا لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة هذه هي النتيجة للمراكز الأولى هنا الانطلاق والتحدي الجميل والتوقيت الزمني لمجريات هذا الشوط هنا وأحداثه ولحظة وصوله هنا أيضا 8 دقائق 58 ثانية ثلاثا من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام شاهين هجن الرئاسة بقيادة المضمر هنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري هنا 8 دقائق أيضا بهذا الانطلاق و58 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية شاهين هنا بهذا الانطلاق والأداء هنا لهجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وهنا التوقيت الزمني 8 دقائق 59 ثانية جزء 1 من الثانية توقيت الزمني لهنا أيضا شاهين أيضا لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري تهانينا وناموس تهانينا لجميع الفائزين التواصل مستمر.